السلام عليكم، حياكم الله. ومن قلب فيلة بور في البوليفارد. لا لا لا، هذا اول قلب الفيلة يا جماعة الخير، اول مقطع. بدون كثر كم خنداهم العيال، يلا تفضل. طبعا يا جماعة الخير اللي ما يعرف، انا سكنت في الفيلا الحمد لله، ونهاية المقطع بوريكم الغرفة عشان تشوفون الكواليس والامور كلها. هذا سنابي طالع لكم في الشاشة. هذه غرفة والله ما ادري مين بزير. غرفة فارس. خلنا ندخل. بسم الله. طبعا هذه غرفة فارس ما شاء الله. شوف، لا فنان الولد والله يقويك. بس هو افضل غرفة في تاريخ بور باذن الله. انا طبعا توني داخل، بس بيني وبينك تكفى الزير السري. شوف شلون معلقين الدروع. حبيبي الدرع حقنا حطيت كيف المجلس. الو، طبعا لازم يا شباب الاحترام، انت ضيف جديد لازم تدق الباب بشويش. الو، مو موجود. الاثرياء عندهم مصعد. الاثرياء عندهم مصعد يا واش. اوه دقيقه بس، المصعد ما هم اثرياء، نسحب الكلام. هل ربحت من التداول؟ حياكم الله. قالوا ريان يا شباب. طيب انا عندي ريان وبسأل سؤال. اسلم يا مستعد. كيفك فيفا؟ والله 100 100. كم النتيجه اول مباراه بيني وبينك؟ مدير الفيفا ايش ذي؟ اول مباراه بيني وبينك. اي مباراه؟ اول مباراه بيني وبينك. العقال، ايش فيه العقال؟ طبعا ما راح تجي فاهم، كل اللي بيضربني بالعقال انا اسف. والله شوف الصراحه جلدني يا جماعه، جلد. كم؟ قسم بالله ما توقعت. العلكه طاحت من النتيجه، 10-2. اقسم بالله انها 10-2 والله. لا 10-2 على مين؟ علي انا. على راسك انت؟ اي انا تلثمت. اي بيننا مقطع، بس بيننا مقطع ان شاء الله. تم تم، موفقين يا شباب. سامع، هل بكيت من الفرحة يوم دخلت الفريق؟ افتح يدك. اكثر شخص اشغلني اشارين بالفيلا كل شوي قاعد صور سناب. يا اشارين بالفيلا، اشارين بالفيلا، اصور سناب طالع. رب الله على سناب، لا تخرب الهايب يا جماعة. رب تكفى. كثير من الشباب الوطن العربي هذه الفترة. معلش صور اللي ما قدر صور سناب غرفتي ما فهمينه. والله طاح الضحك. على كل حال، هذا الآدمي يا أخوان يترك الفيلا الكبيرة مرة اللي فيها مصعد وفيها مسبح، يترك كل المناظر كذي، يجي بيصور قهوة ولا شيء، يترك كل المناظر. أوه بالسعد هنا. والله ما يحل التصوير إلا بزاويته. الحين بيعرف هل المقطع بينزل يا حبيبي، لأني بصور سناب تكفى بكرة. والله خايف اللوك. وينك أنت؟ الحمام. مستحيل فيلا فيها غرابة ترى. كات ها هذا كان. احنا كل حمام عندنا فيه مخرج طبيعي، يعني اذا ما عجبته السالفة يقول لك كت. بس ايش تبغى؟ اول مقطع تفضل. اول مقطع احتفل معي. احتفل معي. طيب بس سعد، اول شيء حياك الله. الله يحييك، نورتنا. انا ادري نورت كيف؟ ما ادري. في شيء لازم تعرفه الله يرضى عليك، اللي هو جيش التوأم. قسماً بالله رفع السماء لا تشوف محازم ولا تشوف رجال. أنا عندي 128,000. الصدق 128,000؟ 200,000 كركب قبل نهاية الشهر. إيش رأيك؟ هذا هدفك. ممتاز. 200,000 قبل نهاية الشهر. ممتاز. صعبة لكن أنا أتحدى الجيش حقك. وش اسمه؟ جيش التوأم. التوأم. جيش التوأم المختلف. يلا تستهدفينه. أتحدى. أقسم بالله 200,000 طبعاً غير، يعني حتى الشباب بيقصرون بيدعمون، لكن بتشوف تميزهم. وبتشوف واضحين حازم، يعني واضحين. بس جيش التوام. ها يلا، السلام عليكم، تحياتي شباب. انا جيش التوام احبكم، اوريكم جلتش اسطوري. انا عايش في فيلا بس ما ادري ان في جلتش معين. رب الكعبه في جلتش من المقاطع الجايه بتشوفوني ببلوفرات ومدري ايش، ولكن اذا نقص عليك شيء الدوله بالسري. بسم الله المعين. ابو سعد احتاجك في شيء مهم. قول شنو هو؟ مهمه ما بينفع لها ولا بيعرف لها. دقت صدري. انتهى الموضوع، انتهى. دخل الان موعد اذان المغرب من الكلابس العقال، تنزل وتضربهم واحد واحد الين يتجهون للمصلى. ترى انا هبتي في الدور الثالث، بس كل ما انزل تقل الهيبه. تفضل. احمد شوي ممكن اموت. هلا بكفيلي. حياك الله. هلا، هذا دخلني يا اخوان. حياك رب. كيف الحال طيبين؟ يا مرحبا. شو امورك؟ والله بخير عافية. اصنع لي محتوى. شفتك في المقطع متفلت ومسوي انك مره رياضي ومدري ايش. ها حبيبي. انزلي. ايش؟ بست؟ ممكن العب مو بكوعي، بشحمة اذني كذا اطيحه، لا تغركم مظاهري يا عيال. بسم الله، المحاولة الأولى ونشوف ايش عذره اللي بيطلع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 يلا. هذا جواندا؟
انت شو انت اقوم عندك؟ هلا. ها؟ كيف حالك؟ انت اقوم عندك هذا؟ لا. شوف يا اللي اقول ايوه واطلع مسخره يا اللي اكذب اقول يلا يا. واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة يلا اقوى شد 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 يضرب بشكل ابي يرفعني بيد واحده والله ما تروح. في بعض الاحيان يندم الانسان على افعاله. والله العظيم ان شاء الله دام الوضع كذا والله ما تروح والله ما تسم طيحني. المهم يجح. سلمة يدك جاها شيء؟ لا الامور طيبة طبعا بسوي لي قوي. انا اقول يدك جاها شيء انا بموت. اسمع بسوي لك سلسلة انا ممكن اكمل عنك لان هذا حلم حياتي. حلم حياتي واضح اتوقع اني بس اخفف كم كذا ابو 30 40 كيلو من الدهون الى العضل. استم خلاص بلا دهون. بلا دهون والله تم تنحفني تم. واذا 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 هذا لك 50 ريال توني داخل. اوكي توني داخل. لا نسير مشوار. اي لا نسير مشوار. طيب تمام. قبل لا نختم المقطع يا جماعه لازم اوريكم الغرفه. ما ينفع. بسم الله بسم الله حياك فاضل. هلا هلا. دقيقه قبل لا يدخلون طبعا مريت غرف الشباب وشفنا التطور الحضاري ومدري ايش. لا 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 غرفته بالسعد لازم تكون فخمه. غرفتي زي كذا في جده اجل فيلا اكيد بسوي شيء عالمي. تعال شوف ادعم شوف. كويسة الغرفة. السلبية الأعظم في الغرفة ذي يا جماعة والشيء اللي يجيب الهم والغم. الشيء اللي يجيب هم أسمع كل كلامه. هي سلبية واحدة تقريبا ولا الباقي كله في الأوبشن زي ما أنت شايفين. أستاذ فارس. هلا حبيبي. كيف أمورك طيب؟ طب ممكن بس تكح؟ الله المستعان. تفضل. أبى أتكلم بلفلات صوت معينة حلو؟ حلوين بس دقيقة في صرايل داخلية هنا. صرايل داخلية؟ ولا شيء اسلم اسلم. أبو سعد. واضح واضح والله واضح. حتى قلت كيف حالك صح؟ لا ازح قلت بالسعديه. زباله عيد عيد زباله. ايه طبعا اوريك وزيدكم الشعر بيت ما في ريموت المكيف والله المستعان. حر وانا بدأت اتعب الصدق. الله يعطيكم العافيه مشاهده. اتمنى ان يكون اضافه جيده لهذا الفريق. لايك واشتراك جرس تنبيهات. نشوفكم ان شاء الله. يلا تفضل تفضل صور. شوفك بكره اذا انا بزر ترى مصلحتي 1000 خلاص تمام. يلا مع السلامه. دورني يرفع لكم مقاطع. ها تكفى لا تقطع. ايش تبغون والله ما ادري ايش دخلتون معكم. طبعا هذه عندنا الاشياء ذي هذه انت تزرفها وانت ماشي ناقصك ماي اي شيء ما